بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي نبنا لي غني ترتلين وغن نبنا نيني ورينا حلقة نيني وري القابتين حلقتي لي غرقن رقم اثنين غن إن حلقة نينيها بإذن الله عز وجل طوال مباشرة الموضوع لتوناغن قرق شيبك وري حلقة شيبك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت القابين وقن إن حديثها قريق تفاصيل مقدي ورنا قلني موضوع ورنا قلن كلمات معانا كلمات نيو ورنا قلن حديث الجرب ساق ورنا قلن راو نحديثه انشرحني وإجمال أخن فوائد حديثه نيل قابين وقن بإذن الله عز وجل. طيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، يعني لا خليها إنما الأعمال بالنيات، رواية اللي ينرنبتي نيدنتو بن حديث إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليها إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب نحديث نين ورويقون الراوي معناها الناقل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم درد واسوله طوال مباشرة الدام دي أخوله النبي صلى الله عليه وسلم ناس 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 يخ ما إن فلان ترد واسطه فلان النبي ترد واسطه فلان نستانك يستوغن ما إنسان أنا حديثي واسوله إن دماغه له إن نعصى كل مباشرة نين لاحقن إن لينغر قدو قرأوه له أرأوه له تتابعوه له إن حديث نيس فلان يقول له يفدا قوله نينغر أمبك نيسانك راوي حديث مبك مخرج حديث مبك نحديث نيس أورا ويقون نحديث نيس أودون خون اللو ونعصون اللو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني خلفاء الراشدين لين نرجح قن أبو بكر دم عمر بن الخطاب تنكت سنة نيسون نحياة إن شاء الله نيتور بنات نيتور حلقات لي إن شاء الله الصحابة القابنا إن شاء الله كتاب الصحابة رضوان الله عليه وسلم نا تاريخ القابناك إن شاء الله نأنترى نان نحديث لقن وين يقن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أمير المؤمنين الرقاق وثاني خلفاء المسلمين الفاروق كان من أشراف قريش أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة فكان في إسلامه عز للمسلمين شهد المشاهد كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأحد منهم فقام بها خير قيام بعده وفي آخر ذي الحجة لأربع ليال بقينا منه طعنه غلام مجوسي وأمير المؤمنين قد كبر لصلاة الفجر فحمل إلى بيته وتوفي بعد ثلاث ليال سنة 23 ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر وأيام رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب خلفاء الثاني اللي ينرقوه أبو بكر دنبي وأمير المؤمنين صلاة الفجر لوانون سك الله مجوسي عبد الرحمن بن ملجم يستحن الطعام بخلو صلاة لوانون سك مخلو اللي ينرقوه نخلو سيخوا قارة دنبيا لكروه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه ني أبو بكر ديها الرسول صلى الله عليه وسلم دينا بينه مدينة المنورة الدفنسوخ ني الدبتيخ ني لنبق وراء نشرفنا كان أبو عمر أرخصي الله أرخو لله وريو النبي صلى الله عليه وسلم قبوت لنبق دنبرم قد عدامنا سلام يوسك النبي صلى الله عليه وسلم ناتر سلام يقول لهم أبو بكر دي عمر دي رضي الله عنه. طيب نين الحديثي نعصابون عمر بن الخطاب نان موضوعنا حديثه ورنقن
نحديث نيل وريق قاوة كون ورانا قلني موضوع ورانا قلني أمر نينا قل نان إنينا تمام دراري نشارح إن حديث صغلي نا أمغاس نقول له سلف حديث صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الحديث بيان منزلة النية من العمل نحديث نين نيوك بيان توضيح قواليسنا شرحنا تفصيل نيدي عمل دورنا قلنا ما نقول ما إنما الأعمال بالنيات يخ أو بالنية يو حديث لاغري ورانا قلنا ننيت ورانا نعمل ننيل قال حقولنا حديث نين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نكلم ناس لا قالنا إنما أداة حصر والحصر تخصيص شيء بشيء إنما أول شيء إنما الأعمال بالنيات يو ورانا قل إنما حصر إكبنا جمعنا نيدا موانا قال لا أقول إسنا الناس أنا عاتي نيتك كبسالو حصر إساقلو جمعولو لا أكان لي إساقلو قن إنما أداة حصر ووسيلة قن نيت إساقلو لغة عربية الأدات يانا كلها يعني ورانا قن الناس أنا عاتي نيني إكبراري جمعراري نيتك لا أكان لي لا ربارك رمنو ما لاخلي لا كريب لتوصل لي له معناها قن نما معنا اثنين نتسنى قن إنما الأعمال نيدن بالأعمال الأعمال جمع عمل ورات قن عمل ورانا قلني عمل فلان عمل كافيني ينكوينا مثلا ورات قن ورانا قلني ورات ورانا قسيح وقن ورانا قلني عمل إنما الأعمال نريا قريو أعمال قريو قن عمل راح قن ورات دي وراتات قريو دي إنما الأعمال وهو ما يقوم به الإنسان من قوله أو فعله أو ترك مقصود مثل قراءة القرآن والوضوء وترك السرقة قصدا بالنيات جمع نية النيات كده لا ريا نية جن ورا نقول كنيات نيات نانيات قريو أكون سكا جمع لي لا مفرد رمبا كنا لا هون جمع رمبا كنا قريو جن نان الأعمال بالنيات جمع نية وهي القصد والإرادة ونية والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بنية إذا وقع من عاقل له يعني إنسان فهم أخذ له أي ورات آكن معناها قصدا بقوله نا تراهني قصد آخر شاخ وفي رواية بالنية أي أنه بعض من رواة الحديث اللفظ يخذنا عصر نقوله إنما الأعمال بالنية ما نير سنك وهي مفردة النيات وهي مفرد النيات نية مفرد لا ريقن نيات قريو تدقن لكنها بمعنى الجمع لأن المراد بها الجنس النوع قن إن جرب ساقبا ما نسبت ند اسم جنس يانا قريو أكون زك نيا قريو قصصت ساقبا نيا لاحقون يعني ما نند تراوها بيني وقال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى امرئ إنسان قن امرئ إنسان قن ما نوى ما قصده والمعنى ليس للمرء إلا ما قصده بعمله فإن قصد به عبادة الله صار عبادة وأثيب عليه وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد ما عبادة ما إنسان إنما الأعمال ما نوى إني نيت إنه يرجع ورني قن عبادة قصدنا بها عبادة قن بفضل الله عز وجل سنة تاريخ قصدنا بها نينية سنة أردوغن معناها قن هجرته الهجرة في اللغة الترك والبدل يعني كان قاعد أخباره فرق يقال هجرته يعني إنسان وهجر كل استرنا هجرة معناها إنسان تباره كله شيره منه نواتك حقن في حياتي يعني حياة دوان وزك أن يهاجر إليه ليكون في معية النصرة والتعلم منه والتأسي بسنته والهجرة إليه بعد وفاته أن يهاجر إلى أتباعه ومكان إقامته مكان إقامة شريعته ونينها طبعا وريني حياة دوان وزك أنت إنسان هجر دوك ديو فرد ركمون ما أرتم منه فلان ترفريق فلان أخلاصك هاجرق نور بلير هاجرق نور أكان فرق نيبرز بارق تعليم متان معيشة متان قلم متان مصلحة متان تجارة متان وري نيدم بي ان انسان ان 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 هجر اساس تعالى وان هجر دغدي وفرد دغديبو نكر دم بدوك كان اتباع كمان ان رسالات نيوسي مقروء ني رساله حمل سو ناس قدام وانا انترو نالد اتو معنا هجر فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى ما هاجر اليه يعني ان قصدني والله ورسوله صلى الله عليه وسلم اكن ني سنقن
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة قدرني قصد شرف دي مال دي قال رقاه أكن ني تراغن امرأة أنثى يعني أخينا قن يتزوجها أخينا كخانتيرو وينكحها وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا لكثرة تعلق الرقبات فيها فكأنها في كفه وسائر متاع الدنيا في كفه كأنها هي في كفه فالناس بتند أن أخينا أن أسريت خصصت غبا نري وريخ الدنيا متاع وخير متاع المرأة صالحة كأنه الدنيا عشان يكافت لكن ان كان وين روا لا كافت لكن ما نسبت ند خصوصيه نرق انت فهجرته الى ما هاجر اليه ان هجرتني جارد لله النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع اكن فان شاء الله هجرتني جارد النبي صلى الله عليه وسلم سي رزقن لكن ني مراد ورد الدنيا مال ورد تجاره ورد مكسب ورد اخوين رجتي نرت كانت تجاره ورجع اكن نرمتان فرح اكن ني نيت نني ابي سنجن أي من الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه أي من الدنيا من الدنيا يصيبها وامرأة ينكعها ولم يذكرهما كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله تحقيرا لشأنهما في أن يكونا مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله وبيانا لا لانحطاط رتبة رتبة بالهجرة يعني ترتيب الهجرة تقول يعني معانينا وصير تفاصيلنا وصير ذكر لهم وريق إنسان إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هاجره مستوانيق نيتنيق طموحنيق إن مرحلة نيرس قد قمر شغلة مناسبة التفاصيل سي شغل لهم لكن أعمال نيوك مربوطة إن شو سرهم رجعون وردجن النياتجن إنما الأعمال بالنيات الإنسان إن نيات سنك أردوجن نيات نين فرحجن أريخولي ظاهرت أنت أريخولي نوايا أقول فرحكم يمسك نيات أريخو أكن إن نياتجن نيد شيب ساق إن ظاهرت أخلا لكن إن نيات أم باطنة أم باق إن ظاهر إن نظهر إذا أصلاً أكن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نيل أجر كله. طيب شرح الإجمالي هذا حديث جليل شامل جامع نحديث نين حديث جليل شامل جامع يحدث فيه قابو قديب أمير المؤمنين صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب نحديث نيس النبي تلد مباشرة واصله صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم تلد واصله بيانو قديبكم منزلة النية من الأعمال إن أكان النيته وراثات الأعمال ويعقون وإنها شاملة لكل عمل نادك تخصصها وقن أي سنعسس نقديبه ما نسبتنا أول حديث ذكرت سكون حديث نين دائما نان وعذرا من كتب لي أكثر العلماء نا وأكثر ينون سكون كتب ناولي نحديث نترين وكونيو إن أعمال متعلقة بالنية أيوة نسبتنا نحديث نترين وكو فما من عمل إلا بنية ومداره عليها صحة ومداره عليها صحة وفسادا وثوابا وعقابا يعني نيوك وري صلاح أكن وري فساد أكن وري ثواب أكن وري عقاب أكن وري نيوك نحسب النية تقول وإن لكل امرئ ما نوى بعمله من قصد سام جليل وضده بين ذلك بينا النبي صلى الله عليه وسلم بينا خلو ذلك صلى الله عليه وسلم ترقيبا للعامل في السمو بنيته بأن يقصد بكل عبادة قام بها وجه الله والدار الآخرة وابتعد بها عن القصد الدون والمراتب الحقيرة ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة لتقاس عليها بقية الأعمال فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية ولكنهم على نيات شتى يتفاوت بها ثواب هجرتهم تفاوتا كبيرا مع أن العمل واحد ومن هاجر إلى الله ورسوله طلبا لثواب الله ونصرة لدينه فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات وأعلى الدرجات ومن هاجر طلبا للدنيا ومنعها فذلك الذي انحط بنيته إلى متاع الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب نين؟ إجمال إن شرحنا حديثه قل إنه إنسان يعني
إن ني ظاهر دي ني باطن دي الله حقي ني نيتا قالي ني عمالا قالي آكا ورد حكم سكون دي بو وهابي أستكون جار دي إن نيت ني خدك إن نيت ني خدين عمل ني خدي خالص الله حقا ني عمل مقبول إن شاء الله ثواب المقدب أجر المقدب إن نيت ني خدي خد مبطن عاكا أرسان عتني لبك يرغف عاكا ما إن ظاهرن بخصين أواتن بخصين قوالس تخصي ها شاشان سيلو سو أخصي عندي نجربت أخون هدف أساسي عندي عاكن ننسينين عمل نيو با طلقن عمل نينيات الأرق نجرب يوغن أرق أجر عاكن أجر أردوغن سواء يعني عقاب عاكن عقاب أردوغن نان فوائد الحديث ولي ولي كفائد مدوكن حديث نيرد ورا استفيدناكم منهم ورا تفدناكم منهم ملخص نقاط يعني زبدة فينا ناتف نومنا حديث نين ويحقن وليو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أخوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم واسن سنك انتباهد قافلين أخقنو يا ربك حضر وانونسك واسنو لصحنون وليخين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم نقول نقابنين النبي صلى الله عليه وسلم المختار المصطفى يوغن الله سبحانه وتعالى خير خلقن خير الأمم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني الدبس نشعنا خلنيدي لسواسنا لسكفنا عن شغل سجني وريف إن أمورنا ين حياتد ين عبادتد ين نيجد علق زو حاجات أساسا بوغن ديبو ما نحديث نيرد والتفائدة فديق منا عن والتفائدة فدا منهم بقون المؤلفر نيس نلاقش قرينا والله ممكن نيدم بزيادة فائدة أريخ فداهم منه وانا مكبا إن شاء الله خير دبارك الدقم. طيب ورانا قلنا إن فوائدنا بيان أهمية النية في الأعمال وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية نيو مدار صحة الأعمال نيو قد نيو نيو إن الله بي جلواخ وني لتراحواخ نكواردي كوارا لبدي كوارا فنيدي عكا خدي بنا نيو قرقل نيو إن أعمال نحصلوا النية قن نتحكموا الحث على إخلاص النية لله تعالى وبيان فضل ذلك تمام نين كدو فضيلة ذلك نين كدو بيان أعمال النية خالصة لله رحمه بغضيب وليه واحدة كلهم ويا أكد بيانين أو أهمية القرآن أكد لينغري التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخر وبيان حقارة ذلك كدو لا نينية يعني آخر يقصي المقرو نهبي عنوان شاش لا يافتت سألو نين أنا آخرة فرقون كون يونسك أعمال آخرة تود أكونسك نيا كورد ني هدف ني أساس دنيا أكن ني كودو غلط جن أن الناس يتفاوتون في نياتهم وأن لكل امرئ ما نوى كدني سنك قدام ناو لا أخلاني أنا قدام فليسك أنا قدام فرق مبو لا فارق سب لا أخلاني ما لا هكني نيات لي نين غني نيات زيادة نين أقل لك نين عديل نين نيات اللي وقال صدق نين غني نيات نين كصدق نين مخرس بخدي إن لبك دي بعض الناس خير تلاقيك ما نسبت إن قدام الله علنين سجق الخامسة أورا نعمكري الطهارة من الأعمال فلا تكون إلا بنية طهارة من الأعمال يعني نظافة طهارة مخرنا حاجات حواوين من قلدوزي فلا تكون إلا بنية ولكل متطهر ما نوى بطهارته يعني إنسان مثلاً لا صلاة الطهر سك صلاة الطهر سك لا قصر أكن لازم قصر أخرشة نية قصر وتورشة وضوء أكن وضوء صلاة لازم وضوء أخرشة من قرأت مين قارنها بس قاسنا عند سوى شيء قشير نية وضوء هنقد نية وضوء أخلان اقتصار كده قصر صغير إنسان جرباً أقصى قد بصدي بس يعني قشقش رجلا نية قصر هنقد نين انقار آخر قشقش غور جرب سك من قرأ قصر أخلاني لازم نية واني رشة النوع طهارة قلي طهارة ودوما اقتصال ما نواياهما إما إن عملني سنجن إن عملني إن طاهر أخره شاخ رنجن صدر خبو عمل طاهر أكو قبل سرة وهذه محل الاستشهاد بالحديث نينا إن أساس إن لبك يقوم نجوخ لب الموضوع جنين إن حديث جرب سرقه منين نفائدة نين نهبل في دنا كنا فائدة والتري حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكمال بلاغته وبيانه حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية ثم يوضحها بالمثال النبي صلى الله عليه وسلم علموسك بيان در توضيح در فائدة در أصول در
قاعدة تدر حاجات سوابت عكو دي اللي ديما قدام عبستو وبم ديما قدام عقعستو ديبم ديما قدام وانترو ديبم أسل دي قاعدة دي ندل نديس دح دح صقاق قاب نبيرو مختارو مصطفى صلى الله عليه وسلم قن نقابنين ما الناس بتند نهابي نحديسي نعصقونا نحديسنين هين دوينا نديبو كريو حاجات فدنا من مقرس نقول إن نيات لنبو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا صدق النية والإخلاص والمتابعة والثبات والاستقامة وحسن الختام وتوبة قبل الموت. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.